السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قولوا السلام عليكم. السلام عليكم بنتي، كلها كي دايرين لاباس؟ جيت نهضر معكم. الصراحه غندير هذا الفيديو، هذه غادي تكون ما طويلهش بزاف. غادي نهضروا على موضوع الساعه كيف ما شفتوا في العنوان، اللي هو كورونا فيروس، كورونا والكمامات اللي ولات دايره كرون خصوصا في ايطاليا. كيف ما كنعرفوا كاملين خوتنا الله يكون معاهم، في ايطاليا ما بقاوش عندهم الكمامات، ولاو كيتباعوا باثمنه خياليه الصراحه. احنا في فرنسا اليوم وصلت عندنا 73 حاله، في باري بالتحديد كاينه اكبر الحالات، كاينه في باري بالتحديد، والامور يعني راه خارجه عن السيطره. الله يكتب في راسنا وفي راسكم خير. كيف ما قلت لكم، جيتكم اليوم بكمامه سحريه، بكمامه ما كاينش في حالها، الا وهي الكمامه الربانيه. وماشي هذه، حيد عليا هذه. كاينه الكمامه الربانيه اللي هي دائما وما نحتاجوش حتى يكون عندنا ان فيروس، ولا حتى يكون عندنا مرض منتشر عاد نلتجئ ليها. شنو هي هاد الكمامه الربانيه؟ اكيد نتوما كاملين عارفينها، وهي صلاتنا، صدقتنا، مساعدتنا للناس. ولكن هذه الكمامه الربانيه اللي دائما موجوده معنا. فتخيلوا معايا، غير في الصباح ملي كتفيق الصباح وتصلي صلاه الفجر وتدعي دعوه وحده، اذكار من اذكار الصباح، هاد الكمامه هذه كتخدم عليك النهار كامل. كيف ما ربي خلقنا وحامينا ورزقنا، قادر يحمينا من هاد الفيروس ديال كورونا. ماشي حنت كاين كورونا نولي ونجري ونقلبوا غير على الكمامات. ما تنساوش الله، ما نساوش الله كاملين، هو اللي قادر يحمينا، هو اللي زرع فينا الروح، هو اللي قادر يحمينا. فاذكار الصباح والمساء قادرة تحمينا بقدرة قادر إن شاء الله. صلاتنا، وهي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، قادرة تحمينا. وإلى جات ديك الساعة كورونا، مرحبا وألف مرحبا بها. إلا ما متناش بكورونا غادي نموتوا بحوايج أخرى، الموت واحدة والأسباب متعددة. صرصورة قولي لهم شو تقولي لهم. ولكن أنا ما خايفاش من الكورونا، ولكن ساره كدير الماسك وكتصور به، كدير الماسك وكتخرج به. ها ساره ما خايفاش من كورونا؟ قالت لك ما خايفاش انا من كورونا، اللي حقاش. علاش ساره ما خايفاش من كورونا؟ قول لهم علاش ما خايفاش من كورونا. لقاش حنا كنديروا لا بريير، كنديروا القران. شنو سميتها بالعربيه لا بريير؟ شنو سميتها بالعربيه؟ ويلي ويلي ويلي، غير ضحكوا علينا. ساره كتصلي وكتقرا القران سورتو في الصباح وبالليل قبل ما كتنعسي كحبيبه ديالي، وان شاء الله ربي يحميها ويحمي وليداتكم كاملين ويحمينا ويحميكم يا ربي، ونجينا ونجيكم من اي حاجه ممكن تاذيكم وتاذي وليداتكم وتاذي معز عليكم. الصراحه انا قلت لكم الفيديو ما غاديش تكون طويله بزاف، ما غاديش نزيد نطول عليكم. ولكن انا شفت لاكونسيل ساره، شفت قوس قزح، كنا قبيله خارجين وكنا راجعين، كانت الشتا بزاف وكانت شميشه، وشافت قوس قزح. غادي نحاول ناخذ من عندها المقطع اللي صورته ونحطه لكم من مورا، يعني في اخر هذا الفيديو. هذا نتمنى يا ربي هذا المرض هذا يعني يلقاو له حل، ولا ما لقاولوش حل ماشي مشكل، حتى واحد ما كيموت ناقص عمر. صلوا ليا فراسكم، ما تنساوش ليا لي لايك، ما تنساوش ليا لي ديسلايك، ما تنساوش لينا التعاليق الى جات على خاطركم. الى اللقاء. الى اللقاء. ان اركونسيل اركونسيل، شوفو دوك التايلي، شوفو زوين زوين بزاف، شفتو لا سورتي زوين.